اي شكلكم يخوف يخوف. لا بس كلهم يحبونك شو تخافين. مسي عليكم بالخير لسه كمان. نمسي عليكم بالخير واكيد نرحب بكل الموجودين ونرحب بالفنانه نوال عفون. هذه مالت روتانا حطوها وما اخذوها من عندنا. شباب في البدايه بس رجاء تليفوناتكم قبل شوي صارت عندنا مشاكل بسبب التليفونات. يا ريت انا طفيت. طبعا يعني كلمات الترحيب تعجز عن تكوين جمل ترحيبيه لسيده الغناء الرومانسي على الاقل في نظري. يعني مشكوره حبيبتي الفنانه نوال الكويتيه اكيد نرحب فيها في مهرجان الدوحه الغنائي الثامن. حافظت اكيد نوال الكويتيه على المشاركه في اغلب المهرجانات السابقه. الكثير في المؤتمرات الصحفيه حاول او في اللقاءات الصحفيه حاول اثاره نوال ولكنه ما قدر. كذلك حاول الكثير إشاعة الفتن بين نوال وبعض الفنانات الأخريات مثلا ولكنها أيضا ما قدر. في نظر أنها تتمتع بحكمة كبيرة وهي كذلك شديدة الحذر، تعرف كيف تتلون مع الصحافة وتعرف كيف دائما تتغير بدبلوماسية راقية. نوال 2006 طبعا كلنا سمعناها أيام حلوة أنت طيب طمن قلبك، ظهرت لنا بلون جديد اللون الجزائري المصري شوية تعودنا عليه. الكل عنده كثير من الأسئلة، أنا متوقع أنه راح يكون مؤتمر جميل جدا إن شاء الله. راح أسبقهم وأسأل سؤال. تعودتي دائما تعطينا هدية لمهرجان الدوحة، هدية أغنية خاصة مثلا لقطر، مجهزت لنا شيء؟ والله نحرق المفاجأة. لا لا عشان أكون صادقة لا مو محضرة شيء، بس إن لأن بغني سيدي لأول مرة. نعم. على مسرح وبما يكون لايف. يعني هذا تصوير في أول قناة ما عدا طبعا روتانا لما سويت. نعم. حوار مع حبي. فأول مرة أغني السيدي الجديد لايف، أتصور أن هذا جديد يعني. صحيح. هذا راح يميز يعني. انطباعك عن الحفلة اللي صارت في رأس السنة في البحرين؟ حلوة الحمد لله، كانت كثير حلوة وانبسطت أني شاركت زميلي الفنان ماجد مهندس. نعم. لاني انا من عشاق صوته واحترمه نفسه شخصيا يعني. يلا شباب اللي حاب تفضل سالم. اول شيء بنرحب بالفنانه نوال. سالم بس تعطينا سالم المغربي جريده الرأي القطريه. اهلا وسهلا. اهلا بك. هكرر سؤال بس بالعكس، قالته الزميلة أمل عبد الملك إن كثير من الصحفيين بيحاول يثير الفتن بين الفنانين، والعكس صحيح إن الفنانين هم اللي بيحاولوا يثير الفتن فيما بينهم، والمشاكل إحنا بتأتينا من تصريحات بعض الفنانين، فأنت تقولي إيه؟ أنا أقول في كذي وفي كذي، في الاثنين، وأكيد مو الكل يعني، وهذا طبيعي في أي مجال. أكيد بتلقى الزين وبتلقى اللي ما له علاقة بالمجال، فهذا بكل مجال نلقى، مو غريب يعني، وليس بس مو بس بالصحافة يعني، أقصد في كل مكان. سؤال ثاني تفضل. لا صحيح. إيهاب الجاسر جريت اليوم السعودية. أهلا وسهلا. أستاذ نوال، عرفنا إحنا من فترة إنه أغنية الأماكن المفروض إنه أنت تغنيها بطريقة أو بأخرى، كان صرت من نصيب الأستاذ محمد عبده. أينا. هل في مشروع لأغنية مكبلها مع الأستاذ ناصر الصالح خلال الألبوم المقبل؟ إن شاء الله في كذا نص عنده، بس إلى الآن ما استقرينا، بس إن شاء الله أكيد فيه. شكرا إيهاب، تفضلي هنا. مرحبا. أنا دي عيسى من لها. في من شي شهرين وشوي بعيد الفطر كان عندك حفلة بدبي، وكتب إنه نوال ألغيت الحفلة كانت أنت وماجد المهندس. صح. بسبب مرضه. صح. بعض الصحف قالت لا مش بسبب مرضه، بسبب قلة الإقبال على الحفلة. فأول شي بحب أعرف شو التفاصيل بهذا الموضوع، ليه ألغيت الحفلة وليه
ما غنيتي اذا كنتي مريضه او لا. وثاني شيء يمكن من المرات القليله اللي عم تعملي مؤتمر صحفي بمهرجانات، شو اللي شجعك هلا انك تعملي مؤتمر صحفي؟ لا شكرا. عملت اكثر من مره في الماضي. لا نعم بس الماضي اساسا انلغى يعني الحفله انلغت. نعم يعني هو بس السنه الماضيه، والسنه الماضيه اصلا بعد ما غنيت الحفله انلغت الحفله. انلغت الأكيد إني أنا كنت مريضة، يعني ما أحتاج يعني أكذب بهالموضوع. هذا اللي إحنا نتكلم عنه قبل شوي، إن غلط الواحد يكتب أي شيء مو متأكد منه، بغض النظر صحفي أو إنسان، أي إنسان عادي بغض النظر، أي أحد يقول شيء ما هو متأكد منه أبدا مو صحيح يعني. فما ادري شنو اقول لك، يعني اجيب لكم اثبات طبي. عندي دكتوري يعني اللي يتابعني على طول. لا بالفعل كان في فيروس بالكويت، وانا جسمي ضعيف يعني على طول اخذ الفيروس، فكانت درجه حرارتي 39.5 لمده 4 ايام. بالفعل كنت يعني جدا تعبانه، جدا 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 تعبانه، فالغيت الحفله للاسف. تفضل. مساء الخير. حي عبد الله، جيت الجزيرة السعودية. أهلا وسهلا. بداية يعني إحنا صراحة يعني نشكر الفنانة نوال، لأنه لسه الفن بخير بوجودها، والأغنية الكلاسيكية بخير. لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا أن نوال يعني صحتها شوي تعبانة، وهذا الشيء مقلقنا كثير يعني، ونلاحظ الإجهاد مستمر في نوال. ممكن توضحين نوال الأسباب الصحية الآن شلونها؟ يعني ايش الاعراض الصحيه اللي انت تعرضتي لها وتسببت في اجهادك؟ حتى في التصوير الكليبات بنلاحظ يعني اجهاد يعني نسبيا في صوتك. في صوتي بالكليب ما يبين صوتي بالكليب. مختلف عن التصوير اكيد، لان بلاي باك يعني نغني بالكليب. يمكن صورت اخر كليب، مو الاخر اللي قبله اللي هو اعذريني انا ورويشد، كانت عيوني تعبانه. يعني هو سبب العيون؟ يعني ناس يقولون روماتيزم، ناس يقولون قولون، ما ندري. هو روماتيزم أصلاً، عندي روماتيزم بعيوني يعني. فيعني الواحد شنو يقول؟ الحمد لله إنه ما فيني الشيء الشايد. بس إحنا بنطمن عليك يعني. الله يسلمك. بالعكس هذا سؤالك يعني يخليني أشكرك إنك مهتم بصحتي، وهذا أهم شيء طبعاً صحة الإنسان. صحيح. بس الحمد لله ماكو الشيء اللي يعني الشايد اللي الإنسان يخاف منه، وبالتالي أنا بشر طبيعي أمرض وأصحى طبيعي، بس الحمد لله. الله يعافيك حبيبتي. تفضل استاذ. اهلا وسهلا. محمد فراتي من جريده الشرق. اهلا وسهلا. انا بس نخرج شويه على الحكايات الخاصه والمرض. اوكي. رايك في مهرجان الاغنيه بالدوحه، خاصه انه الان في الدوره الثامنه، وخاصه فكره تكريم كل مره اغنيه من قطر عربي، ورأيك بعدين رأيك في المهرجان، رأيك في الأغنية المغربية التي تكرم في هذه الدورة، ثم كيف ترين مستوى التعاون بين الأقطار العربية في مجال الأغنية؟ شكرا. أكيد يعني رأيي بالمهرجان، يمكن لو أقول شيء يعني أنا بنتهم، ماني غريبة على المهرجان وبنت المهرجان. المهرجان ما شاء الله يعني الكل شايف انه في تقدم دائم، وهذا شيء ملموس كلنا شايفينه. التقدير اللي قاعد يسوونه كثير حلو، وكثير تقدير كبير انهم كل سنه قاعد يقدرون يخصصون بلد معين عشان تكريم هذا البلد، فهذا شيء خطوه وايد ذكيه وجميله وتقدم كبير بالنسبه للمهرجان قطر. هذا طبعا شيء مو جديد على أي شيء قاعد يصير بقطر عموما، المهرجان أو غير مهرجان. ما شاء الله أنا قاعد أشوف تقدم كبير في كل المجالات، وهذا شيء يسعدنا. رأيي بالأغنية المغربية، أنا من الناس اللي أعشق الأغنية المغربية وأعشق الأصوات المغربية الجميلة، عشان كذي تلاقيني دائما حريصة أن يكون عندي الإيقاع المغربي في أعمالي. يمكن الألبوم الجاي راح يكون في أغنية مغربية. والله اتشرف. سنة عملتي جزائري. ان شاء الله. ليش لا؟ ليش لا؟ تفضل عبد الله. بس سؤال هون، كيف كانت ردود الافعال بالمغرب العربي على الاغنيه الجزائريه اللي قدمتيها بالالبوم؟ الحمد لله حلوه،
الحمد لله، بس بعد ما فيني يعني عشان أكون صادقة ما فيني ألمسها إلا لما أطلع أنا على المسرح شخصياً عشان إيه أشوفها، أو أروح مثلاً تلفزيون أو إذاعة وألاقي شيء ملموس لما يكون في حوار بيني وبين الناس. من حظك أغنية كارتاج يمكن السنة كنت رايحة. إيه الحمد لله. عفواً هنادي، بس يا ريت ناخذ دورك. تفضل عبدالله. عبدالله هيمي بعد صوت الخليج. الفنان أول، طبعاً أول سؤال، في تعاون في العمل القادم مع الدكتور عبدالرب إدريس في لحن، نتمنى يعني أغنية مكبلها. والله نتمنى وأتشرف، وهو أستاذي وهو فعلاً أستاذي يعني من الناس اللي درسوني بالمعهد لما كنت طالبة بالمعهد، بس إلى الآن ما في هذا المشروع، إذا صار يا ريت. طيب سؤال ثاني بالنسبة للشاعر علي عسيري، سمعنا أن في قصيدة اسمها أنسى عند الفنان عبد الله رويش وعجبت الفنانة نوال، لكن ما سمعنا لها في ألبوم نوال ولا في ألبوم رويشد، فش موضوع الأغنية؟ وعندي سؤال. تفضل تفضل. السؤال الأخير بالنسبة للمهرجان، المهرجانات الغنائية، لاحظ أن الفنانة نوال مهملة ألبوماتها القديمة جدا في الحفلات، سواء يعني ما عدا أغاني تبرة وفارس أحلامي هذه تغنيهم، فعندش وايد أغنيات يعني تعرفين الجيل الحالي على أغلب هالأغاني، فما أدري إيش رأيك في الموضوع وشكرا. شكرا. هو السؤال الأخير صحيح، يعني أنا بهلا فبراير كل سنة قاعد أحط أغنية من الأغاني القديمة، المفروض أسويها بباقي المهرجانات، هذا صح معك حق يعني. بس يظل بعد اني افكر بنقطه ثانيه، ان عشان تظل اغاني الجديده بالارشيف وتتصور، لان تعرف ما نقدر نصور كل اغاني الالبوم كليب. شنو كان السؤال اللي قبله؟ اغنيه علي عسيري. اغنيه علي عسيري من وين تجيبوا الاخبار؟ ما ادري. ليش نسرك عسيري؟ لا 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 صح، هي صحيح بالفعل، يعني كانت عند رويشد وعبد الله طبعا زميل واكثر من زميل، اخوي عبد الله، فما في فرق بيني وبينه. لما طلبت الاغنيه ما يعني اكيد ما عندي شك انه كان ما راح يرفض، وصارت الاغنيه عندي، بس بعدها يعني بعدها تنطبخ ما يندرى وين تصير. ان شاء الله اجمعين. سؤال هنادي، الحين عندي سؤال. دائما بيجي اقول سيدنا مثل ما بلشوا بالاول دائما بيصيروا الفتن، وانت نصحتي فنانة احلام انه ما تستفز. لكن كل فنان عنده شخصيته، صح اكيد. يعني انت رايقه وهذه احلام صريحه، ما بتحاولي تقربي وجهات النظر بين الفنانين ولا بتضلك بعيده يعني؟ لا أنا ماني مسؤولة يعني عن أحد. لا أحلام صديقتك، ويمكن صاحبة أنت وأصحابك. أحلام صديقتي، لما عشان صديقتي هذا الحوار اللي دار بيني وبينها، إن أنت لازم ما تستفزين بسرعة، وإن هذه شخصيتها يعني. بس إنها ما أقدر كل الفنانين أمسكهم، أنا من يعني ماني مسؤولة عن أحد. وفي ناس يمكن تلقى إن لازم، في ناس عن هي شخصيتها كذي لازم ترد. يعني على ما قلتي كل واحد لا شخصيته ولا طريقته في الرد او في المعامله مع باقي الفنانين. هل انت راضيه عن الكليب اللي صورتيه اخر واحد مع سعيد المروق؟ اكيد. مبسوطه فيه. الحمد لله. تفضلي رولا. مساء الخير رولا نصر، مجلة قمر. ست نوال سبقتني هنادي، كنت أسألك عن كليب سعيد المروق. أنا شفته صراحة كان أكثر من فيديو كليب، يعني شفنا نوال بصورة جدا مختلفة، شفنا أمرأة عم بتضحي بكل شيء بتملكه لحتى توصل شريك حياتها لقمة النجاح، وبعدين بتتركه وبتروح. نوال بحياتك الخاصة قديه تشبه السيدة يلي شفناها بالكليب؟ هذا بالنسبة لأول سؤال. بالسؤال الثاني بدي أسأل عن الفنانة شمس الكويتية، عتبت عليك لما ظهرتي مع الفنانة أحلام بجلسة روتانا خليجية لأنه ما دفعتي عنها، هي قالت أنه أنت أنه هي بتحبك كثير وبتقدرك، بس أنت ما دفعتي عنها، يعني أخذتي موقف المتفرج على الشيء اللي كان عم بينحكى عنها. طبعا أنت مش ملامة، بس أحب أسمع رأيك بهذا الموضوع. أنا شمس يعني أحبها كثير، بيني وبينها يعني في موقف صار بيني وبينها ما اقدر انسى لها يعني، واحبها كثير واحترمها، وهي البنت تحبني بالفعل وتحترمني، بس المفروض ما تلومني لان انا ما يعني ما صدر الكلام مني، لما يصدر كلام من احد انا ما فيني اغير كلام الناس او اغير وجهات نظر الناس، كل واحد عنده راي وعنده وجهه نظر، واصلا عيب علي وغلط اني انا اتدخل في وجهات نظر الناس يعني. بالنسبه لاغنيه
بالنسبة للكليب لا تشبهني كثير، أنا كثير يعني عطاء أنا بحياتي عموما يعني. إيه شو مين؟ تفضل. أنا خير سوزان ريالينا. كنت بسأل عن مشاركتك بالغنية الوطنية أثناء الحرب اللي صارت بلبنان، ما شفنا مشاركتك. وبسأل سؤال تاني لحضرتك، بسألك عن الإعلان، شو سبب لجوء الفنانين للإعلان للغناء أو للمشاركة بإعلان ما؟ شكرا. شكرا سوزان. الضمير العربي شاركتي؟ بالضمير العربي شاركتي، سجلت أوريدي. بالنسبه للبنان يعني احنا كل شيء كان يعني كل شيء فينا كان مع لبنان، وهذا يعني الله يعلم فيه، ما يعني مش مجامله ولا كلام يعني فنانه اللي في مؤتمر. انا كنسلت كل حفلاتي لاجل لبنان، يعني لعيون لبنان واللي قاعد يصير بشعب لبنان. بالتالي انا بالنهايه انسانه يعني قبل لا اكون فنانه، وانا احب اني يعني اكون انسانه قبل لا اكون فنانه. اتصور ان يعني مشاركه باغنيه ما هي معناتها اني انا مهتمه وقلبي وعقلي معاهم. اصحابي اللي هناك واهلي اللي هناك كلهم عارفين اني انا كنت متواصله معاهم واني انا كنت بالفعل معاهم يعني من داخلي. الله يطول بعمرك. حبيبي احنا بنحبك. شكرا حبيبتي. لجوء بعض الفنانين للمشاركه في الاعلانات يعني أنا أشوفها بالعكس حلوة، لو تصور الإعلان بشكل حلو وسوت إعلان يليق فيها كفنانة أو فنان ما في مانع. ما عرض عليك شيء؟ عرض علي بس ما تم الاتفاق. شو؟ ما بقي إلا أنا. أهلا وسهلا. مساء الخير، سعود المزيعل من مجلة المجالس الكويت. أستاذة نوالة بيسألك عن، صحيح أن في مشروع تعاون بينك وبين الفنان أستاذ ماجد المهندس، ممكن نعرفه أو تكلمين عنه شوي إذا ممكن؟ لا لحد الآن لا ما في. وبعدين فيه. أنا ما أحب أنا ما أحب علومكم اللي تقولونها. لا أنا ما أحب أقول الأشياء الجديدة عندي، وبس عشان يعني أكون صادقة إلى الآن ما في شيء. بس بيصير في شيء. بس فكرة يمكن. ليش لا، كل شيء ممكن يصير. إيه. يعني كل شيء ممكن يصير. أوكي. بخصوص الزميل عبد الله الهيل، فعلاً السؤال كان جميل عن الأغاني القديمة، ليش ما تكررينها أو ما تعيدين قناعها؟ في أغنيتين لك وايد حلوين بالكلمة والتوزيع واللحن، إذا ذاكرتهم دروبي ملت الآهات وقلوب الناس ما تطلب تذاكر. فليش ما تحبين تغنيلهم يعني او تعيدين قناعهم سواء في البوم او في جلسه او حتى في حفل؟ لا مثل ما رديت على الاخ عبد الله يعني انا سويتها الاغنيتين، انا ما اسمعهم الا في الانترنت يمكن اللي في الموقع. وانت تتكلم لانك انت تحب هذه الاغنيتين. انا احبك مو احب الاغنيتين بس. حبيبي تحبك العافيه تسلم. في وايد ناس، كل شخص عنده اغاني مفضله، فانا هذا اللي قاعده اسويه اني في كل مهرجان، بس بالكويت انا اقول لك وهذه غلطه يعني مني، اني اطلع كل مهرجان اجدد واحده من الاغاني. والوقت وايد سريع يعني، انت تحتاج انك تصور الشيء الجديد ويدوب يكفي الوقت يعني. طيب نوال، كان لك حوار قديم في الثمانينات في بداياتك، قلت سالك الصحفي ان اي اغنيه انت عايشتيها او حسيت ان هي فعلا تخص تمس جانب كبير من نوال، قلتي هذه انا. ليه؟ الحين بعد عدد من السنوات والألبومات والعطاء، أي أغنية نوال تعيشها؟ والله في وايد ما أقدر أدوم. لا مو كلهم بس في وايد. طيب سؤالي الأخير هو سؤال شخصي بس حنون يعني. يعتمد الرجل رجل. لا نوال، أنت قلتي في سهرة روتانا خليجية مع الفنانة أحلام عن اسمك، أعتقد في مذيع من المذيعات سألتك عن اسمك فقلتي نوال هو يعني عطاء أو عطاء. أيوه. طيب صحيح ان انت كان اسمك منى وبعدين صار نوال في طفولتك يعني، مو في كبر، مو كبر سنك يعني؟ هذا في حوار انت قلتي في جريده عندنا بالكويت. يمكن قلت صح انه يعني واحده من خواتي كذي بغت تسمي، واحنا يعني ما انا مولوده يعني، هذا كلام يعني سموك رسمي منى؟ لا 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 ما سمت نوال.
لا لا إيه، وقلت يا ريتها الاسم ما استمر علي اني انا منى. لا لا انا احب اسمي الحمد لله اني انا نوال. يلا شكرا، وظلت ان شاء الله نوال وعلى طول نوال. تسلم. تسلمي. شكرا. تفضلي هنا. كان في اغنيه عراقيه كنت بدك هنادي يا ريت بس يعني عشان المايك. في أغنية عراقية كنت بدك تطرحيها بالألبوم الأخير وقلتي كرمال أهل ديرتي حتى ما يصور عليكي امتيها من الألبوم، لكن لاحظنا أنه كذا حفلة أعلنت أنك عمتيها مع ماجد المهندس اللي هو مطرب عراقي. هل صار في مشاكل؟ سمعتي بلبلة حول هالموضوع هذا؟ لا لا الحمد لله ما صار ولا شيء، بالعكس كان في كثير حضور من جمهوري الكويتيين، يعني كانوا جايين البحرين مخصوص عشان الحفلة، والحمد لله كانت الحفلة جدا جميلة. يعني الأغنية ممكن تنطرح مستقبلا؟ والله ممكن، بس يعني أنا أتكلم بصدق ووضوح، يعني أتكلم عادي كأني أتكلم مع أحد من المقربين لي، حتى لما أتكلم في الإعلام هذا صحيح، يعني اللي أشعر فيه أقوله، فهذا اللي قلته. ولما أحس إن الناس متقبلة ليش لا، انا يعني ابي اغني الاغنيه العراقيه، بالعكس الاغنيه العراقيه من الاغاني الجميله. يعني هي نفسها هي كانت، لا احنا حاطين كان الدخول كذي وبعدين اغنيه ثانيه، وعلى فكره كانت الحان مشعل العروج يعني كويتي، وكلام يوسف الصابري بعد كويتي. اللبنانيه بعيوني اكيد هالالبوم ان شاء الله راح يكون ان شاء الله. حد عنده أسئلة؟ مع جام مرياشي أول مرة أشتغل معه، كثير حبيت أشتغل معه. يا جماعة هدوء بس الناس اللي وراء لو سمحتوا. توجه الفنانين الخليجيين في كليباتهم لأجواء بعيدة جدا عن الطبيعة الخليجية، زي أغنية ليا دنيا بتاعت الفنانة أحلام، متصورة يعني الكلمات خليجية والألحان خليجية والأجواء المصورة والصوت خليجي والأجواء المصورة في الجليد في التلج بتاع، يعني عايزين وصف للتوجه ده ومقصود منه ايه. شكرا. هذا ما له علاقة بهذا، يعني ما احترام رأيك، بس انا رأيي مختلف جدا، ابدا ما له علاقة اللهجة في اللوكيشن اللي يتصور فيه. هل الفنان ما له علاقه بتدخل السيناريو المخرج؟ لا طبعا لا لا لا، مش مفروض عليه الفنان، لا حق انه يقول ايه ويقول لا ويقول يعجبني هذا وما يعجبني هذا، بس انا انت تتكلم كلوكيشن انه يعني مكان فيه في طبيعه وفي ثلج وفي والكلام خليجي، وما له علاقه هذا بهذا. يعني انا من رايي ان لوكيشن مكان جميل حلو، يعني المهم ان التيك او الكليب يعبر عن ما في الاغنيه. تفضلي. اكرام زين دقال صباح المغرب. اهلا وسهلا. اولا شنو شكل غناء نوال مع نعيمه سميح معا نفس الليله؟ الله. ثم صرحتي سابقا في حوار مع زاهي وهبي خليك بالبيت انك توقفت مسيرتك الفنيه، توقفت لبعض الوقت. ايه. نبغي نعرف اسباب التوقف. ثم اخيرا تصريح ورد على نساء الاحلام ان تقول نوال منافستي الوحيده في الخليج، شنو تعليقك على التصريح؟ شكرا. نعيمه سميح نعيمه سميح استاذه كبيره وانا من عشاق صوتها، يعني نعيمه سميح من الناس اللي لما تسمعينها تقولين اه، فانا سعيده جدا يعني راح تكون معي ان شاء الله باكر، واكيد اكيد راح احرص اني انا التقي فيها لاني ما شفتها انا لا ما شفتها يعني، بس حريصه اني انا التقي فيها. اسباب التوقف فتره؟ اسباب توقف يعني تكلمنا فيها كثير، هي كان في توقف بالاعلام بالنسبه بالكويت بس، وانا تعبت نفسيا ووقفت، يعني كان باستطاعتي اني انا اشتغل شغل ثاني، انما اثر علي نفسيا ووقفت لفترة والحمد لله. أحلام المنافس الوحيد لنوال؟ هذا رأيها، يعني ما فيني أنا أغير رأيها. تأكدين رأيي؟ تفضل أستاذ. برد وايد.
ما قدرت اسكت. هم كل المطربين يقولون برد. وايد برد. قال برد. شباب دفوا نوال بالاسئله. لا 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 حر حر. مساكم الله بالخير. طلال عبد الله، صحيفه الرياضي السعوديه. اهلا وسهلا. استاذ نوال، يشاع في الفتره الاخيره انه الكثير من نجوم الاغنيه الخليجيه تحديدا لم يعد يبحثون عن جمال الكلمه، عن جمال اللحن، لم يعد يبحثون سوى عن الاغنيه مدفوعه التكاليف اللي يكون شاعرها رجل اعمال ما، رجل مشهور. وهناك ثلاثه او اربعه اسماء كبيره جدا أصبحت بعض الفنانين حكر للشاعر سين من الناس، والفنان الآخر للشاعر صاد، لدرجة أنه يقال أنه بعض الفنانين أصبحوا متكتلين، المطرب اللي يغني للشاعر هذا ما يغني للشاعر ذا، والشاعر يعني أصبحت أحزاب. بعد أن كانت أحزاب فنانين أصبحت أحزاب شعراء. تعليقك نوال. شكرا. مثل ما قلت بالبداية إنه يشاع، وتقدر يعني تقدر تتأكد ترجع للسيديات وتقرأ مضمون السيدي من فيه شعارة ومن فيه ملحنين. أنا ما أتكلم بس عني، يعني في كثير فنانين أكيد يعني ما هم محتكرين لشعارة معينة. وبعدين إذا كان في شعارة معينة وهذه واقع، يعني إنهم يدفعون مثلا على القصيدة، إذا كانت القصيدة جميلة واللحن جميل ليش لا؟ يعني هو خلينا نقول مثلا يدفع عشان يصور اغنيته بشكل اوسع، يعني يرتاحون في الميزانيه، او يدفع شيء تكريما لهذا الفنان اللي غنى له. هذه ما فيها اي شيء، انا اشوفها انها ما فيها اي شيء. انما يعني اتنازل عن مبادئي عشان اغني اغنيه عشان اخذ فلوس، لا، هذه ضد مبدئي. انا اتكلم عن نفسي. وفي كثير من الفنانين حرام، يعني عشان ما نظلم، ما هم محتكرين ابدا لاسامي معينه. قد يكون قنوا لاسامي معينه، صحيح ومعروف عنهم انهم يدفعون، لكن مش محتكرين، قاعد يغنون للكل. يعني في كثير فنانين قاعد نغني لكتاب وملحنين يمكن يكونون توهم مبتدئين، يعني يبدون معنا، وهذا شيء يعني يسعدنا. والزين زين وين ما يكون، يعني عند ناس كبار او عند ناس المبتدئين. شو حد عنده سؤال؟ يعني أنا ما أعرف الأسئلة اللي بتسألوني وحضرت عشان أحددها، بالعكس أنا قاعدة أجاوب صدقني بطبيعتي. يعني في أشخاص قاعدين معنا يعرفوني، مقربين لي وربعي يعرفوني أنا قاعدة أتكلم بطبيعتي، يعني ما عندي حاجز. أستاذة نوال، بكل صراحة وبكل شجاعة، يعني الظاهر أنه في مشاكل كثيرة في الأغنية العربية وفي الساحة الفنية. يعني لو ثلاثة أو أربع نقاط أهم المشاكل أو السلبيات التي تعاني منها الأغنية العربية من خلال تجربتك، يعني بكل صراحة. وجود الدخلة على الوسط اللي أبداً ما لهم علاقة بالفن، هذا يضايقني أنا كفنانة. يعني شنو في بعد؟ شعراء ولا مطربين؟ أي أحد أو مؤدين، يعني أي أحد أي كان، أي أحد موجود في غير مكانه، هذا شيء يضايق. شنو بعد؟ محتاجين إعلام أكثر، يعني محتاجين كل فنان من شركته الخاصة محتاج إعلان أكثر، باور أكثر. شنو بعد عشان أكون صادقة؟ يعني قلتي إعلان ولا إعلام؟ إعلام؟ إعلانات. إيه؟ إعلانات. هو الإعلام نفسه يعني. لأن في بعض الفنانين يبتعدون عن الإعلام، يعني يحاولون أنهم ما يكونون دائما في كونتاكت بينهم بين الإعلام. لا، الإعلام هو. منو يكون ملام؟ لا معلش، بس مو معناته ان يعني انا ما اقول كل شوي الواحد يطلع ويسوي حوار، سواء صحافه او اذاعه او تلفزيون. انا ماني من الناس اللي احب اسوي على طول، لاني احس اصير ممله يعني، ولا عندي شيء. وبعدين انا شغلي
كل سنتين او كل سنه ونص انزل سيدي، فبالتالي ايش بطلع ايش بقول يعني. عندي شيء يجبني انا اقدمه فعلي يعني. اتصور في شيء ثالث يمكن وجودنا على المسرح الى الان، يعني انا اتكلم عن نفسي ما احس براحه كامله وانا اغني، في يعني في نواقص على المسرح لما نغني لايف. في نواقص يعني تختلف من مكان لمكان، بس ظل في نواقص، مثلا بروفات اكثر تكثيف، احيانا تصير هندسه صوت، احيانا يصير يعني في اشياء وايد تصير، بس انه في نواقص. ما بنحدد احنا مكان معين، انا قاعده اقول عن كل مكان، بس يعني الحمد لله ان احنا سنه عن سنه قاعدين نتقدم وقاعدين نتلاشى الاشياء اللي ضايقنا وقاعدين نوفر الاشياء اللي تنقصنا. يا ناس بردانه.